السلام عليكم، مرحبا بكم. انا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد المسمنات بالجبن، وغادي ندير لهم شويه ديال العسل في التالي. يعني ما ندير فيهم لا حشوه ما الحلا والو، كيجيو بطبع ديال الحلاوه كيجيو زوينين وغادي يعجبكم ان شاء الله. هنا عندي كاسه ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، في كاس ديال العنبه ديال الدقيق الفينوين يعني دقيق القمح الصلب. غنحتاج معاه معلقه صغيره ديال السكر، واحد شويه ديال الملحه كتقاس تقريبا واحد نص معلقه ما كاملاش، 4 غرام خميره الحلويات. غنحتاج واحد بيضه صغيره، وغادي ندير تقريبا واحد كاسونس ديال الماء، ما يكونش سخون يعني غير عادي. صافي غادي نجمع هاد المكونات بالماء، ما كنحتاجش ندلكها، وكنديرها في واحد البلاستيك وكنخليها تقريبا واحد 20 دقيقه. صافي البنات، هنا من بعد ما لميت العجين كما شفتوا، القياس ديال الماء كاس ونص، راني عابراهم ديما كتجيني ثلاثه كيسان ديال الفورس في كاس ديال الفينو في كاسونس ديال الماء، راهم معبورين. المهم هذا هو القوام ديال العجين، ما دلكتو ما والو، غير جمعتو. غندهنو بواحد شويه ديال الزيت وغادي نوضعو في واحد البلاستيك ونخليه كما قلت لكم من ثلث ساعه حتى نص ساعه. صافي البنات، من بعد ما دازت تقريبا واحد 20 دقيقه درتهم هكا كويورات وخليتهم شويه يرتاحوا. دابا غنطلقهم شويه ديال الزيت عاد كنضيف لهم الزبده. صافي من بعد ما ورقتها ناخذ شويه ديال الزبده اللي ذوبتها، وغادي نثنيها على شكل رغيفه بحال المسمن العادي. صافي بهذا الشكل هذا غادي نستمر نكملهم كاملين ونرجع معكم. صافي البنات، من بعد ما كملت لهم هكا التشكيل ديالهم، دابا غادي ناخذ الاولى وغادي نطلقها. ما كنضيف لها دابا لا زبده لا زيت، غير غادي نطلقها ندير لها شويه ديال الجبن وغادي ندير لها واحد الشكل. المهم الشكل ديرو اللي بغيتو، انا غادي نقترح عليكم واحد الشكل باش غنطيبو عليه وانتوما ديرو اللي بغيتو. بالنسبه للجبن ديرو اللي بغيتو، يا اما هذا اللي خاص بالدهن او الجبن المبشور او الجبن هكا كيكون مثلثات، سواء العادي او هكا اللي كيكون حمر اللي بغيتو. المهم اي جبن درتو، حيت حنا في التالي غادي نديرو لها شويه ديال العسل، ما كتبقاش يعني الطيبه ديال الجبن، يعني كيجي الجبن شويه حلو. هنا كما شفتوا بسطتها، غادي ناخذ هذا الجبن هذا وكنوضعو هنا في الجنب، وغادي ندير عليه الجهه الاخرى باش يجيني مثلث. بالنسبه لهاد الجنيبات كاملين دوزتهم بالقطاعه ديال البيتزا باش ما كيبقاوش كيبقاو لكم حتى كيتحرقوا لكم، الافضل يجيو قياس واحد باش كيبان لكم حتى التوراق ديالهم. هادو غادي نزيدهم القدام بهذا الشكل هذا، من بعد فاش غادي ندهنهم غندير هنا شي حاجه باش نسدو. صافي بنفس الطريقه كنستمر عليهم، ساهلين بزاف وكيجيو زوين هكا الكوتي مع كاس داتاي. هادي غندير لهاد الجبن المثلث حمر، دابا الوقت اللي كنكون كنخدم فيهم الفران راه كيسخن على 200 درجه، يسخن مزيان من الفوق ومن التحت باش غير كنكمل كندخل لاطا ديالي وكان نهبط شويه درجه الحراره. صافي البنات، هنا من بعد ما وضعتهم في اللاطه
هنا خديت داك صفر البيض اللي كيبقى لي من البيضه الاولى اللي صوبنا، غير البياض ديالها في العجين، درت له شي شويه ديال الحليب، غير واحد المعلقه صغيره، وشويه ديال الخل صافي، وغادي ندهنهم. بالنسبه للفران غادي نسخنوه في الاول على 200 درجه من الفوق ومن التحت، الفرن الكهربائي حتى كيسخن مزيان. غادي ندخلهم غير واحد جوج ديال الدقائق، كنرجع غادي نطفي الفوق وغادي نخلي غير التحت ونقص ل 180 درجه. من طريقه سهله باش كيجيكم هكا طيبين حتى من الداخل ديالهم. اللي ما فهمات شي حاجه تسولني في كومونتير غادي نجاوبها. بالنسبه لهاد التنيات هادو كتسدوهم شي لوزه ولا شي حاجه، عندي هاد كاوكاو المعسل غنسد به، ومازال غنزينهم شويه ديال اللوز ايفيلي، تيكون الفران سخون وغادي نحمو. صافي دابا غندخلهم يطيبوا ورجع معكم ان شاء الله. فوالا البنات، هنا من بعد ما طابوا كيما شفتوا كيجيو مورقين ومنفوخين الا تبعتوا الطريقه ديال الطياب، راه هي اللي مهمه. هنا دابا غناخذ شويه ديال العسل وغادي ندوز عليهم هكا، ومن العسل كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، بغيتو تكثروا غتكثروا، بغيتو غير ترشوهم شويه اللي بغيتو. غناخذ شويه ديال اللوز يفيلي وغادي نديرو غير هكا في الجنيبات هكا، هاد العجين ديرو به اللي بغيتو، راه زوين بزاف وساهل وما كيحتاجش دليك، كتخليه هكا 20 دقيقه صافي وكتخدمو به. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا، راه زوينين وساهلين كما قلت لكم، كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. غنقسم لكم شي حبه كيما شفتو البنات، الشكل ديالهم عن قرب، هانتوما راه كيجيو مقرمشين وهشاش من الداخل ديالهم، وانتوما الحشوه ديرو اللي بغيتو، كيجيو مورقين ومقرمشين من الفوق. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. بسلام عليكم.